مع مقدمة الشوط المركز الأول. الله يا روعه، الله يا روعه، المسيطر على المركز الأول والمنطلقة روعه. محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي يقدم لنا روعه على مستوى المركز الأول، المركز الثاني، القادمة والواصلة. زعفرانة مع المركز الثاني وصل في هذه اللحظات. شعارك يا بن حلوس مع المركز الثاني يقدم لنا زعفرانة وسالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. المركز الثالث القادمة غزالة، الواصلة غزالة، المنطلقة غزالة، ضم بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي المقدم بو محمد للغزالة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع القادمة مسافة، الواصلة مسافة، بشعار مرغم وهجني مرغم يتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مقدم لمسافة. ولكن ديمة وابن انخراط شعار يشكل الخطر في هذا اليوم. محمد بن سهيل بن انخراط القادم العامري مع ديمة. هكذا متابعين في كل مكان، العودة الى مقدمة الشوط، الى بالحرزية، الى بالحرزية اللي ما زال محرز على الكل، محرز على الكل. يتقدم مع روعة بروعة هذا الشعار ومالك هذا الشعار القادم محمد بن مبارك بالحرزية الشامسية المركز الثاني. ديمة الواصلة مع المركز الثاني ويقدم لنا ديمة محمد بن سهيل بن الخيرات العامري القادم مع ديمة. وعينها على الكاس، عين ديمة على الكاس يا بن الخيرات يا العامري. المركز الثالث غزالة، غزالة بذكريات سمحة، بذكريات الاتحادية يا مالك هذا الشعار القدير بشعاره، القدير بحضوره. سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا غزالة بالحرزية. تحرك علي وعلى كل المشاركين بالحرزية. حرك روعة وطار، حرك روعة وطار، حرك روعة وطار. الله يا بالحرزية. يقدم لنا محمد بن مبارك بالحرزية الشامسي طار مع روعة. بينما المركز الرابع مسافة، القادمة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الخامس ديمة، 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 ولكن الخطورة القادمة هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم هوايل. الصعب قادم مع شعاره يقدم لمحة. محمد بن سلطان بن مرخان والشامخة قادمة. سالم بن عامر المدهوشي 1200 يا بالحرزي، يا بالحرزي. لا والله واحرزوا عليك، لا والله واحرزوا عليك يا بالحرزي. الكاس راح، الكاس راح، النيادي عاد، النيادي عاد من جديد. غزالة، غزالة، والخطورة من هوايل. يا للهوايل التي يقدمها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع هوايل، هوايل نحو الكاس، هوايل نحو الذهب.
بينما المركز الثالث الحوتية قادمة، محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، ما بين هوايل ما بين غزالة، إن لم يكن للواثق حمد بن راشد بن غدير مع مسافة غزالة والحوتية، ومسافة حطت مسافة بينها وبين كل المشاركين. الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير إلى مرغم السلام، إلى مرغم الكاس، إلى مرغم الذهب. وبن فاضل مع المركز الثاني، بن زيتون مع المركز الثالث، هوايل الحوتية مسافة ما بقت مسافة، يا مالك مسافة، يا الواثق، يا حمد، يا بن راشد، يا بن غدير، مسافة انتزعت الكاس، يا بعد المسافة المرغم ويا قرب الكاس، يا الواثق، يا حمد، يا بن راشد، يا بن غدير، في كل مكان يضع بصمة الواثق، يضع مكانته ما بين مسافة وما بين الكاس. اسمه الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. مشكور يا الواثق، مشكور يا الدينامو، ومشكورين يا ابن راشد بن حمد.